هذا يقول رجل جامع زوجته وهي حائض، ما الحكم في ذلك؟ تقول رجل جامع زوجته وهي حائض، فما الحكم في ذلك؟ الله سبحانه وتعالى حرم على الزوج أن يجامع زوجته وهي حائض، قوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذه الآية تدل على تحريم وطئ الحائض حتى تطهر وتغتسل، وأن من فعل ذلك يكون آثما، فعليه أن يستغفر الله ويتوب إلى الله ولا يعود لمثل هذا الصنيع، وعليه مع التوبة على الصحيح من قولي العلماء عليه أن يتصدق بدينار أو نصفه، دينار إسلامي أو نصفه، وهو يعادل في وقتنا الحاضر نصف جنيه سعودي، يعني يشوف كم يعادل نصف الجنيه من الريالات صرفا ويوزعها على المساكين كفارة لما فعله. هذا الذي يجب عليه أمران: أولا التوبة، وثانيا الكفارة، وهي تقريبا نصف جنيه سعودي بصرفها من الريالات.